اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. رانا متواجدين في ولايه شلف، واليوم 14 فيفري. على هذا موضوعنا حيكون على عيد الحب. تبعوا معنا نروحوا نشوفوا اذا يحتفلوا به الشباب الجزائري ولا لا. كيفاش تحتفل بعيد الحب؟ واي نحتفل به، نروح نشري ان كادو، نشري ان بوكي تاع ورد، نعبر لي سونتيمون ديالي للحب ديالي هذا النهار. هذا في النهار هذا ان شاء الله بربي. وكلمة شابة طيبة تدخل القلب، اللي تخليها تحس باللي أنا هو الراجل ديالها. يعني تعطي لها كلمة شابة؟ بيان سور نعطي لها كلمة شابة، اللي تحس باللي سيفغي عندها واحد اللي تتكل عليه. نخليها قدامي شغل هي لا بو أو نسبع موراها. وي سيفري، أنا عندي وحدة ومتمني ندير لها وردة حمراء وهكذا أون لتر سبيسيالمون نعبر لها على الحب ديالي هذا اليوم. هذا في هذا اليوم واش راح نقول لك انا يا عندي الطفله اللي نحبها، مش عارف انا يا نعطي لها كادو شباب ورده جو سي بانا، يا تبقى حاجه بيني وبينها باسكو ان شاء الله بربي راح نبني معها حياتي. ما كان لا عيد الحب لا والو، والله العظيم ما كان لا عيد الحب في وقتنا لا والو. ها ما كانش اخا باقيش حبه، باقيش حبه. ما كان هذا 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 العيد احنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كاين، كان احنا عندنا عيد الحب في عهد الرسول. انا واش ندي لها؟ بون ورده بيانس، هذه حاجه اوفيسيال، ورده حمراء من القلب كما يقولوا كيما القلب، وقرعه ريحه بابليس بابليس 100000 ما نفوتهاش 100000 ما نفوتهاش. تعطي لك؟ بيان سور. انا ندي لها ورده تاع 2000 فرنك حمراء. حمراء هي في هذا العيد؟ في هذا العيد ما ندي لها والو. للمدامه ندي لها ورده تاع 2000 فرنك، ما تزيد فوق والو. والو تفرح بها هذه الورده تاع 2000؟ تفرح بها مادام تبغيني تفرح بها. ها والله غير فرحت. تسمى انت عام كومبلي وتسنى في هذا النهار باش تدي لها ورده تاع 2000؟ ايه نورمال، وتفرح بيا وقاعد تبغيني بلا ورده. بمناسبه عيد الحب احنا عندنا كجزائريين وكابناء ولايه الاسنان اللي هي ولايه شلف ما نحتفلوش بها نهائيا. ما نحتفلوش بها نهائيا وما نتاخذوهاش كباقي الاعياد الوطنيه او هي موش عيد عندنا حنا. ما سمعش بيه كاع خويا. سمعش بيه؟ ما نسمعش بيه كاع. كان لا عيد حب لا والو. ما كاش منها هذه. كي تبغي وحده تزوج وبغي مرتك خير. ما نعرفش كاع عيد الحب انا. عيد الحب ما نعرفوش كاع، نعرفو غير خدمه برك. نعرف نخدم برك، ما نعرف لا عيد الحب لا والو. كاع يحبوا في عيد الحب. كاع يحبوا في عيد الحب. كاع يحبوا في عيد الحب. وانت تحب في عيد الحب؟ ما نحبش في عيد الحب. كي قرب عيد الحب انا الى مور عيد الحب نبدا نحب. قرعه ريحه ورده، يعني في عيد الحب تهدي قرعه ريحه ورده. بزاف عليا هذاك مكان لمن؟ للمدام بيان سور. هذا مكان ما تقدرش تجوز هذا النهار بلا ما تهدي لها. لا ما نجمش والله، ما لا بالي بدو صوالح، مانيش ماري. عيد الحب في الجزائر كاين لي بوغ كاين لي كونتر. الوغ كاين لي بوغ، الله يسعدهم ان شاء الله في الحب تاعهم، ان شاء الله يكون يحب من قلبه وهي ثاني تكون تحب من قلبها، نتمنوا لهم السعاده. او لي كونتر ولي كونتر صافي دير ما عندهمش الحب في قلوبهم. الحب ما يخلاش، ما فيش نهار مخصص، باسكو الاسلام تاعنا ما يقولك ما تقدسش هذا النهار، ما تقدسش النهار. الحب اللي يبغي مرته اللي يبغي امه يبغي اخته يبغي شخص هكا ماهوش نهار. حنا هذا اللي باغي لو 14 فيفري هذا اللي ما نأمنوش به، مال الحب نأمنوا به. الحب راح من وقت المرحوم حسني، ما كاش الحب انا ورا حب، ما كان والو انا. مديت الام تاعي. اش مديت لها؟ مديت لها قرعه ريحه باينه، مديت لها قرعه ريحه. يعني في هذا اليوم هذا؟ ايه. عيد الحب شغل لولا ماهوش من الدين تاعنا، ماهوش من ودوزيام ماهوش من التقاليد تاع الجزائريين. يقول لك في هذا اليوم يلبسوا الاحمر، وانت راك لابس الاحمر. انا توجور انا ماشي توجور نلبس الاحمر، انا شاك فوا نلبس الاحمر. ماشي تاع عيد الحب اصلا، اليوم جات هكا زهر وصاي، ماشي كاين شي ناس يقدروا عيد الحب وكاع في يلبس الاحمر واحد، مانيش نقول لك بحال جات صدفه هكا وصاي. الناس اللي هنا قلوبها راهم يطيروا خويا، يظلوا لي كوبل يشيروا لبعضهم بعض، هي تشري له هو يشري لها، يتهلاو في بعضهم بعض بزاف خواتم لي كادو. شراو عليك انت؟ بزاف شراو عليا، يجي هو يشري لها هي تشري له، مام اللي متزوجين ولا سيباري كيف كيف يشيروا للزوج. انا عشت الحب صافي جو سي با عنده 3 سنين وما راه عايش هذا الحب الا ما ماتش.
سي ان بون شوز حاجه شابه. يعني 3 سنين وانت تدي لي كاد؟ بيان سور. مزوج عندي جوج دراري ربي يحفظهم، عندي ندي كادو لما هي الاولى وهي اول مره تاعي ان شاء الله ربي يحفظهم. جيب كادو فوالا سي فالنتين مون فخيغ. تدي كادو؟ واه. شكون الكادو اللي تدي؟ ريحه ولا صباط ولا لمن؟ مرتي. عيد الحب كاين الهدايا، على الا جا عيد الحب ودرنا الهديه نديروا لها عيد ولا ما فهمتش الحب داروا له عيد؟ كاش منه كاع هذا؟ انا جامي عطيت لطفله كادو والله العظيم، جامي عطيت لطفله كادو، جامي نعطي لطفله كادو. نتحسس فيه بزاف يا اخو، نكذب عليك. هذا اليوم، هذا اليوم 14 فيفري كا سبيسيال عندي انايا و تتحسس شو مش عارف انايا نبات قاعد نخمم في غدوه ان شاء الله كي يجي في الصباح. الغوج كدايا مش عارف انايا نلبسوا عفسه شابه. نحبك ونموت عليك وغير انت اللي راكي عايشه في عقلي وفي قلبي وما تروحيش ان شاء الله تشوف هذا الاهداء تاعي بمناسبه عيد الحب.